السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم عين جديد في قناتي وقناتكم عالم اميس متنوعه. كنتمنى لا فيديو اليوم اكيد تلقاكم باتم الصحه والعافيه. قبل ما توكلوا على بركه الله كما تعودتوا مني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين يا رب، واللهم اجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. توكلوا على بركه الله. شكرا للسيده اللي دات الثقه في القناه ديالنا وصيفطات لي الشقه ديالها. بسم الله توكلنا على الله. هذه هي الشقه ديال السيده، شقه سفليه في مدينه الرباط يعقوب المنصور حي الخير قريبه العمارات بوهلال. هاد المنطقه هذه منطقه استراتيجيه كما كتشوفوا هنا، عندها لي تواليت اولا الحمام اولا المرحاض اعزكم الله، جا تحت الدروج. بالنسبه للموقع ديال هاد الشقه هذه، موقع استراتيجي 5 دقائق للبحر، 5 دقائق ما كاملاش لاقامه الصباح. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا المنطقه مزيان، قريبه لقصاريه واد الذهب، قريب لك مسجد العمره، قريب لك الاعداديه بنو بسام، قريبه لك الجولان، يعني كل شيء على رجلك. موقع استراتيجي، كاين جوج سواقات، كاين المرشد الحوت، كاين كل شيء. وهذا الموقع استراتيجي الهام ديال يعقوب منصور هو اللي مغلي فيه الكرا. الكرا كيوصل في يعقوب منصور ما بين 3000 حتى 3500 درهم. وبالنسبه لي زابارتمون اللي كيكونوا صغيوين بقى ديال الكوزينه كما كتشوفوا، بامكان الواحد الا بغى مني ياخذها ان شاء الله يدير فيها لي بلاكار سواء من الفوق سواء من التحت. انا كنعطيكم معلومات حيت كاين اللي غيبغيها يستثمر فيها. وقالت لي السيده بان غنخلي لكم رقم التليفون ديالها في العنوان. قالت لي السيده راه الديور اللي فوق منها، يعني كاين اللي بغى يستثمر يمكن له يديها كامله. قالت لي راه كاين حتى 3 طبقات اللي فوق منها حتى هما باغيين يتباعوا. المهم اللي مهتم وبغى يدير هكا استثمار، لان كنا كنعرفوا يعقوب المنصور والرباط كامل الكرا فيه غالي، راه ما كاينش شي حاجه تلقى في الرباط ب 2000 درهم، راه من 2800 للفوق. المهم كما كتشاهدوا معايا باش ما نطولش عليكم الهضره، هذا الصالون فيه جوج شريجمات، راه غير السيده صورت في الليل وسد الشراجم. المهم عندنا شقه سفليه في يعقوب منصور حي الخير قريبه لعمارات بوهلال، قريبه لجميع المدرسه الجامع السوق اللي بغيتي، قريب لك البحر على رجلك، الكورنيش ديال يعقوب منصور على رجلك، 3 دقائق انت فيه. والموضو ديالها بوحديتها ماشي ساروت، هذه كيخلصوا ليها الضريبه في دار الضريبه ولكن هذه معفيه. المهم السيده كطلب 32 مليون قابله للتفاوض، اللي بغاها يتواصل معها. الله يجازيكم بالخير وديروا البارطاج باش تعم الفائده للجميع. وبالنسبه للشخص اللي قال لي ما جاش معاك التصمصير، لا انسى، ماشي ديال التصمصير، سيري شوفي بلاصه اخرى اولا شوفي حرفه اخرى. بغيت نقول لك هذه القناه هذه درتها باش نعاون الناس ونتعاونوا مع بعضياتنا. ولا ما عجبتكش الطريقه ديال التصمصيره ديالي، واخا انا ماشي سمصاره، الا ما عجبتكش ما عندي ما ندير لك، الله غالب، ما تبعنيش وما ديريش لايك، دير لي ديسلايك وما تبعنيش. هادشي اللي غادي نقول لك. المهم انا ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم، شكرا للوفاء ديالكم. اللي عنده ارض دار عماره طلامط فران بوطه، مرحبا والف مرحبا. هذه قناتكم قناه متنوعه، وكاينه هنايا واحد الغرفه، يعني هاد الدار فيها صالون، غرفه، بيت، حمام، تواليت، حمام هي ديك حمام وتواليت ومطبخ. السلام عليكم، ما تنسوناش باللايك وبالبارطاج وبالتعاليق، شكرا لكم.